السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من كام يوم كنا عملنا بث مباشر على اليوتيوب على القناة هنا، كنا بنرسم فيها بورتريه بالالوان الخشب، ولكن للاسف الصورة اللي كنت برسم فيها باظت، نغم بندي بوظتها. فبالتالي قررت ان انا ابدا لكم بورتريه جديد. البورتريه ده هتلاقوا الصورة دي في قناة تليجرام وكمان قناة انستجرام، هتلاقوا الروابط في صندوق الوصف وممكن في اول كومنت. هاتوا الصورة وطبقوا معايا بقى خطوة بخطوة. الألوان اللي هنستخدمها النهاردة هي الفيبر كاسل، العلبة الحمراء، ال 24 لون اللي هي ايه زي ما حضراتكم شايفين دي معروفة جدا، اللي مرسوم عليها بغبغان، خلوا بالكم لان في نوع تاني مرسوم عليه سمك، ده تركي سيء جدا للأسف، لكن دي اندونيسي وقديمة، متوفر منها عدد قليل جدا في السوق، بس لو قدرت تجيبها فهي كويسة جدا. طب لو عندك اي نوع تاني زي مثلا الفيبريكاسيت بولي كرومز او البريزما او الفيبريكاسيت الجولد، ممتازه جدا خلي بالك، واحسن من دي كتير جدا. في انواع كتيره من الوان الخشب تقدر تطبق باي نوع موجود عندك، المهم انك تتعلم الطريقه ازاي. تمام، بالنسبه للورق هو ورق كانسون 150 جرام ابيض. ليه استخدمت ابيض رغم اني في الدرس او في اللايف استخدمت ورق جملي؟ انا النهارده هستخدم ابيض لان ناس كتير جدا كتبت لي في الكومنتات ان احنا ما عندناش ورق جملي، طب لو عايزين نرسم على ابيض هنرسم ازاي، ولقيت فيه اسئله كتيره من هذا القبيل، فقلت لا احنا نقصر الشر ونرسم على طول على ورق ابيض. طيب الصوره بتاعتنا اهي، انا مجهز الاوتلاين عشان ما ناخدش وقت. طبعا لو انت عندك بقى مشاكل في التخطيط في الاوتلاين فانتوا عارفين ان انا دايما بعمل لكم دروس خاصه بالاوتلاين فقط. الفتره اللي فاتت دي كل يومين بعمل درس جديد تقريبا، فلو انت عندك مشكلة في الاوتلاين انسى اي الوان وركز بس في انك تتعلم ازاي ترسم اوتلاين، سواء بطريقة لومس او اي طريقة من اللي احنا بنعملها على القناة. طيب بظبط لكم بس الكاميرا علشان كل حاجة تكون تمام. دي الدرجات اللي هنستخدمها، كل قلم هستخدمها اقول لكم اسمه ايه. انت برضو احفظ شكل الدرجات اهي وابدأ طلعها من العلبة بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين. تمام، وقف الفيديو وخد الدرجات بتاعتك طلعها من العلبة. طيب اول حاجة شباب هنبدأ بالعين، انا بحب دايما ابدأ بالعين. العين هي مركز البورتريه واساس البورتريه وهي اللي بتظهر له واقعية العنصر زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ امسك اللون البني اهو، البني الغامق اللي هو افتح من الاسود على طول، درجته 476 في العلبة الفيبريكاسل، وهبري سنه كويس جدا. دي اول خطوة لازم تعملها، سن القلم لازم يكون مبري. ونبدأ نقول بسم الله. اول حاجة بعملها بحدد الجفن بلون غامق، الجفن العلوي دايما بيكون غامق، بلاش تبدأ تحدده بالاسود على طول خلي بالك. الخطوة اللي تعملها في العين اليمين تعمل زيها بالظبط في العين الشمال، ولو بدأت بالشمال زي برضو تكرر في العين اليمين بهدوء خالص ما تستعجلش. كده العين التانية، اهم شيء تعمل شكل الجفن ده وقياساته بشكل سليم جدا لان ده اللي هيظهر لك شكل العين. طيب بعد كده هبدا اشوف بياض العين لونه ايه. دايما بياض العين يا شباب ما بيكونش لونه ابيض، دي معلومه خاطئه تماما. انت لو عملت زوم على بياض العين وبصيت فيه كويس هتلاقيه واخد درجة رمادي اهو، ودرجة ايه كمان بالظبط كده، برافو عليكم، درجة لبني او ازرق فاتح يعني. فبنبدأ نديله اللون ده بشكل خفيف قوي. ليه بشكل خفيف قوي؟ علشان ما نجيش نظللها برمادي فنقوم مبوظينها خالص ومخليين الدرجة غامقة.
زي ما حضراتكم شايفين انا ممكن احط اللون الازرق وممكن لا، يعني في الوان ممكن تستغنى عنها. طيب هاجي للعين التانيه وبرضه هبدا ايه ابرج باللون الرمادي بشكل خفيف جدا، اوعى تتقل زياده عن اللازم علشان ما تبوظش العين اللي انت بترسمها. زي ما حضراتكم شايفين نسيت هنا احدد الدائره، فهبدا احددها. بعد كده فنيين هنبدا نلون دايره العين، ودايره العين زي ما هو واضح كده لونها اسود لان دي اسيويه، معظم الاسيويين عينهم بتكون لونها اسود او غامق، يعني حتى لو فيها نسبه بني فما بيكونش باين، فهبري اللون الاسود كويس جدا وابدا بالراحه خالص اظلل الدائره بهذا الشكل. واحد يقول لي لسعة الإضاءة دي هعملها ازاي؟ قدامك طريقة من الاتنين، يا إما تسيبها من البداية متحوطة كده بلون الورقة اهو يعني بالاسود وتسيبها بنفس لون الورقة بيضة، يا إما تظلل عادي جدا تسود 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 ونعملها بإيه بالظبط كده باستخدام قلم الجل الاسود اللي احنا بنستخدمه في كل دروسنا، وده متوفر منه انواع كتيرة جدا، تقدر تستخدم اي نوع مفيش مشكلة في اي حاجة بالنسبة للانواع، يعني بتاعة قلم الجل الابيض او قلم دوكو ابيض، وايت ماركر، سنومان اكسترا فاين بوينت، ده اللي انا بستخدمه، قلم ممتاز جدا. هنا طبعا الشعر نزل على العين فالحته دي ممكن نعملها زي ظل اسود كده، واحنا بنعمل الشعر هنظبطها. هنكرر نفس الموضوع في الدايره الثانيه اننا نظللها، وبالنسبه للاضاءه ممكن تسيبها بلون الورقه او تعملها بقلم الجل، وهنشوف ازاي نعملها بقلم الجل دلوقتي. وبنبدأ نمسك هنا اللون الجملي، زي ما حضراتكم ملاحظين المنطقة دي فيها لون جملي، بس طبعا ما ننساش نبري سن القلم برضو عشان نقدر ندرج بشكل سليم ومناسب للمنطقة اللي احنا شغالين فيها. نبدأ ندرج مرة من هنا لأسفل كده، ومرة تانية من الأسفل للأعلى. اهم شيء في تظليل المنطقه اللي بتكون اسفل العين دي هي التدريجات، لان بيكون فيها اضاءات زي ما حضراتكم شايفين، ولكن اضاءات خفيفه جدا بس لازم نراعيها، ما ينفعش نغمق الاضاءات دي زياده عن اللازم. طبعا هو مجرد طبقه خفيفه خالص لسه هتتظبط بعد كده. نفس اللي بنعمله ناحيه اليمين هنعمله نفسه بالظبط ناحيه الشمال. لو حضراتكم تاخدوا بالكم بنحس ان اللون الجملي ده لما بنحطه بيبقى مصفر شويه، فبالتالي احنا محتاجين نحول درجه البشره المصفره شويه دي
الى درجة البشرة اللي هي الوردي او الزهري، فبالتالي بنبدأ نحط له اللون الفلاش اللي هو ده، تمام؟ وممكن نحطه قبل اللون الجملي وممكن نحطه بعده، خدوا بالكم كده، هتلاحظوا ان المسام البيضة بتتسد اكتر، وكمان اللون مش بيبقى مصفر قوي زي الاول، لا بيقلب معايا لدرجة وردي شوية او زهري، وهو ده المطلوب في البشرة الاسيوية. طبعا هنكمل الاحياء دي ونكمل فوق وتحت وشمال ويمين، الموضوع بسيط. اهم شيء في الطبقة الاولى دي حدد مناطق الاضاءات، يعني هنا في اضاءة اوعى تقرب لها، خش بيها او خش عليها على فاتح علشان ما تبوظش الظل والنور بتاع البورتريه اللي انت بترسمه. كذلك الامر فوق. وفي العين التانية نفس الكلام. في المناطق اللي تحس ان هي محتاجة لون وردي او زهري فقط، مش عمال على بطال يعني. تدريجات خفيفة لطيفة مع مراعاة منطقة الإضاءة. وخلي بالكم من منطقة الإضاءة اللي في منتصف الأنف دي، مهمة جدا. ومرة تانية زيها بالظبط بس من اليمين، يعني من الجنب التاني للأنف إلى اليسار، برضو منطقة الإضاءة هكذا. وتبدأ تكمل تدريج العكس في الناحية اليمين، هندرج من الشمال وننزل على الخد لليمين يعني. بعد كده هنبدأ نحط تاني اللون الجملي اهو اللي هو ده، خلي بالكم ده افتح من البني بشوية، ممكن تسميه بني فاتح، ممكن تسميه جملي غامق، براحتك. هنحطه بقى في المناطق اللي زي ما انت حضراتكم شايفين كده، المناطق اللي فيها الدرجة الجملي دي، وخلي بالك في المناطق دي فقط عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه في الطبقة الاولى. كل ما الدرجة بتغمق، الدرجة اللي انت المفروض بتظلل بيها، كل ما انت المفروض تبقى اهدى خالص خالص خالص، علشان الغلطة في الالوان الخشب بيبقى صعب تعدلها للأسف.
طبعا زي ما انتم ملاحظين بحط بنسبة بسيطة جدا بحيث ما كترش زيادة عن اللازم فبوظ مني الصورة. طبعا الخد هنا فيه الوان زاهية كتير جدا، فده مش هتعمل النهاردة، هتعمل في درس تاني، فاحنا مش هنتطرق للاسفل النهاردة. احنا بس النهاردة مهمتنا نخلص المنطقة بتاعت العين، الشريحة اللي هنا دي، عشان نكون ماشيين مع بعض خطوة بخطوة، وان شاء الله هنقسمه على هيئة دروس. يعني هنقسم البورتريه بتاعنا ده على هيئة دروس اكتر من درس، فانتوا لازم بقى ايه تشدوا حيلكم معايا تشتغلوا واحدة واحدة لو حابين تتعلموا بشكل سليم. وطبعا الفيديو ده لو وصل 3000 لايك هنزل لكم على طول بالجزء التاني ان شاء الله. وصل بقى في يوم، وصل في يومين، وصل في اسبوع، في شهر، في سنة، انتوا جدعانكم. لان طبعا لو هنتكلم على المشاهدات فالفيديو ما شاء الله بيعدي 10000 مشاهدة، فانا اعتقد ان 3000 بس يعملوا من 10000 لايك، يعني 10000 مشاهد منهم 3000 بس يعملوا لايك، اعتقد ده مش كتير ومش شيء صعب عليكم، صح كده ولا انا غلطان؟ طالما الناس بتكسل تعمل لايك، لو انتوا عايزين محتوى كويس وربنا يعلم احنا بنتعب ازاي في تصوير الفيديو ده والمونتاج والرسم وي 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 وكلام كتير جدا، قدروا بقى الفيديوهات اللي زي كده علشان نقدر نستمر معاكم. طبعا ده لو انتوا عايزيننا نستمر معاكم عشان نكون متفقين، لان ممكن يكون حد فيكم مش عايزنا نستمر اصلا، دي بقى ايه قصة تانية خالص. طبعا في الخد هنا بحط اللون اللي هو الاحمر ده على خفيف جدا، ولو انتم ملاحظين البشرة قربت بشكل كبير يا جماعة، ولسه هتقرب اكتر واكتر كل ما نحط درجات الغامقة بشكل ادق. قبل ما ننتقل الى الحاجب بحب تاني ان انا امسك القلم الاسود وارجع اعيد على الجفن، لان الجفن لما بتيجي تلون الدرجات اللي حواليه غصب عنك ايدك بتيجي عليه، فبالتالي بيخف شوية او بيبهت شوية، فانا بحب ارجع في الاخر اعيد عليه واديله الدرجة السوداء او الدرجة الغامقة بتاعته. طبعا هنا هيكون الشعر، ممكن نعمل بس جزء منه كده، عشان نكون عارفين ان المنطقة دي فيها سواد. نيجي بقى للون، اسف قبل ما نيجي للحاجب هتلاقي في بعض المناطق زي هنا كده فيها لون رمادي خفيف جدا، ممكن تحط اللون الرمادي ده وممكن ما تحطهوش. طب هل لو ما حطيتهوش هيختلف او هيفرق معايا في حاجة؟ لا مش هيبان قوي، ممكن ما يلاحظوهوش غير المتمرسين جدا او اللي عينيهم شغالة قوي قوي قوي، لكن ده ما يقللش من البورتري. يعني انا في بورتريهات كتيره جدا بشتغلها بيبقى فيها الدرجات الرماديه دي ومش بحطها ومش بتفرق ومحدش بياخد باله وبيطلع البورتري واقعي وممتاز جدا. بس دي برضو معلومه كاضافه ليكم، حبيت تحط درجات الرمادي اللي بتكون في البشره خفيفه جدا، وخلي بالك مش رمادي بس، في درجات تانية برضو بتلاقيها في البشره هقولك عليها دلوقتي. وهنا برضو تحت الحاجب بنحط طبقة كده كأرضية للحاجب، وبتبقى برضو فيها نسبة رمادي زي ما حضراتكم شايفين. في الجبهة هنا برضو في رمادي خفيف جدا، لو شفته يبقى انت برافو عليك، لو ما شفتهوش ما تقلقش، انت بس عينك محتاجة تمرين وكل الكلام ده هيتشاف مع ممارسة الألوان دون توري. كلنا في البداية كنا كده، ده مش معناها يعني ان انت عندك مشكلة اطلاقا، هي بس مسألة استمرارية وممارسة، تمام؟ طيب هنيجي بقى
للون الجملي، اسف للون البني المحروق اللي هو البني الغامق. واسف تاني برضو قبل ما نيجي للون البني الغامق، زي ما قلت لكم ان بس مش في البشره بيكون في لون رمادي فقط، لا هتلاحظ برضو ان في لون اخضر فاتح هنا في بعض، داخل في بعض المناطق في البشره. مش عارف بقى هل كل الناس هتشوف الدرجه دي ولا لا، لو شفتها اكتبها لي في الكومنتات. وفي برضو درجه ثالثه اللي هي الدرجه الموف، والدرجه الموف دي بتكون غالبا موجوده في الاماكن اللي هنا اللي بتكون في تجويف العين، جانب الأنف أحيانا. اللي أنا بكلمكم عليه ده بيبقى اسمها درجات ثانوية مش أساسية في البورتريه. لو انضافت يبقى أنت كده بتزود البورتريه كماليات أكتر، ولو ما انضافتش مش هتنتقص أي شيء من جمال البورتريه، فما تقلقش خالص وتفتكر إن أنت عندك مشاكل. أوكي يا فنان، أوكي هي فنانة. تمام كده نبدأ بقى ناخد اللون البني الغامق ونبري سنه كويس جدا، لأننا هنشتغل فين؟ في الحاجب، فلازم ولا بد يكون السن مبري كويس جدا اهو. ونبدأ ايه، نعمل شعيرات الحاجب الخفيفة الأول هكذا، ترسمها بهدوء خالص ما تستعجلش. ثم شعر الحاجب بيبدأ يحصل له ايه، او الحاجب عموما بيحصل له ايه، بيبدأ يتقل كل ما بتتقدم او بتدخل لجوه. زي ما حضراتكم شايفين، وبيبدأ برضو في النهاية هنا يخف تاني. دايما ابري سن القلم اكتر من مرة، لان سن القلم لازم يكون مدبب من الامام. كل ما كان مدبب كل ما كانت نتيجة الشعر سواء الحاجب او الرموش. على فكرة احنا نسينا نعمل رموش، انا افتكرت بالصدفة كده، فهنخلص الحاجب ونرجع نعمل الرموش تاني. رسمنا الحاجب بكل سهولة وبساطة ولطافة ولذاذة. بنحاول برضو نعمل البشرة اللي هي بتكون جنب الحاجب باللون الفلاش بهذا الشكل، وندمجها مع الحاجب. وارد لما تعملها يخف معاك الحاجب شوية اللون يعني، فارجع برضو امشي معاه بالراحة خالص كده. وكمان في الاخر بقى ممكن تجيب اللون الاسود تبري سنه كويس جدا 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 كده، وتبدأ شويش خالص تحط بعض الشعيرات السوداء في البورتري بتاعك او في الحاجب اسف بتاعك بكل هدوء.
وهكذا. الرموش هي اصلا ما عندهاش رموش كتيره، ولكن هي مهم تعمل حتى لو عندها رمش واحد اهو وخفيف. نفس الكلام الناحية التانية، حتى برضو لو الشعر جاي عليه اعمله. طيب الرموش السفلية بقى، الرموش السفلية ممكن نعملها باللون البني المحمر اللي هو البني الوسط اللي هو الجملي اللي اشتغلنا بيه، ولا البني الغامق اللي هو المحروق، بتلاقوا في لون بني كده اللي هو ده وسط بين الاتنين. تبدأ تعمل بيه الرموش السفلية كده بهدوء خالص، شوية لمسات. ليه؟ لأن رموشها السفلية تكاد تكون مش موجودة. كمان تظبط بيه القناة الدمعية مع شوية تدريجات هنا كده، يعني اللون البني المحمر ده بيظبط أطراف الغوامق كلها هنا كده بهذا الشكل. ممكن عند الحاجب برضو، خلي بالك. هتلاقيه بيفرق معاك في مناطق الدكنة. العين التانية والحاجب التاني مش باين منه شعر كتير اصلا، او مش باين اصلا الحاجب، فبالتالي احنا بنعمله كتظليل كده. كده الشعر مغطي عليه، ولما نعمل الشعر هيظهر ويبان. زي ما حضراتكم شايفين هنا. نرجع تاني نعمل شوية بني محمر. ممكن بقى نيجي بالقلم الأبيض ونبدأ نعمل بيه بعض الإضاءات هنا كده، تزود الواقعية أكتر. وهنا كده نفس الكلام في العين التانية. كده فنانين نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش علشان نكمل الأجزاء اللي باقية، مثلا ممكن الدرس اللي جاي نرسم أنف وفم بالجزء الأسفل بالجبهة، يعني نفنش الوجه، واللي بعده نرسم الإيد والشعر مثلا، فهنقسمه على أكتر من جزء عشان ما يكونش الدرس طويل والناس ما تملش. أهم حاجة علشان نكمل الدرس التاني لازم الفيديو يوصل ل 3000 لايك، وده مش كتير عليكم، انتوا تقدروا توصلوه لأكتر من كده بكتير جدا. وصلتوه في يوم، وصلتوه في يومين، هنعمل الدرس على طول بإذن الله، حتى لو قعد شهر على ما نوصل ل 3000 لايك. دمتم بخير. هتلاقوا الصورة الأصلية في قناة تليجرام، وكمان على قناة انستجرام، هتلاقوا الروابط في صندوق الوصف تحت الفيديو، وكمان ممكن في أول تعليق. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة التانية الخاصة برسم البورتريهات بالقلم الرصاص، هتلاقوا اللينك بتاعها في أول كومنت وكمان في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.